إني نويت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ابتذالا لأمرك وتصديقا لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم ومحبة فيه وشوقا إليه وتعظيما لقدره ولكونه أهلا لذلك وتقبلها مني بفضلك وإحسانك وعزيت فيها إجابة رغبتي عن قلبي وجعلني من عبادك الصالحين. اللهم زده شرفا على شرفه الذي أوليته وعزا على عزه الذي أعطيته ونورا على نوره الذي منه خلقته وأعلي مقامه في مقامات المسلمين.
يا رب اغفر لي بالي يا
Thank you.
Allahumma salli